عليكم يا معشر اليوتيوب. الحين التشيك اوت، اليوم اخر يوم نقضيه بالبحرين، والحين بنطلع من الفندق الساعة 11 وربع 11 وثلث تقريبا، صارت ظلمة. اوكي احنا نرجع هني، بناطرينهم الحين ياخذون الاغراض ونمشي. شنو الخطة؟ ما في خطة، بنروح مجمع سيف وبعدين يحلها الحلاق. طبعا احنا الحين بمجمع السيف، ومثل ما انتم تشوفون هذه سيارتي. احنا كنا بهالفندق الدور 23 اللي الحين بعرض لكم اياه. يلا وصلنا السيف. حلبة البحرين خليك تسوق واحد من السيارات اللي وريتكم اياها على حلبتهم. تاريخ 14/10 مشروع. هذه آخر محطة ندخلها عشان دم قبل ما نروح فيلم، باقي الفيلم أقل من الساعة إن شاء الله حق. أمس فيلمين واليوم فيلم، يلا عوضنا الشهر كله. تونا طالعين من مجمع السيف والحين رايحين شارع المعارض. ليش رايحين شارع المعارض؟ عشان ناخذ حلوى من شويدر. شو المشكله؟ المشكله ان الفرع اللي كان بالسيف مسكر، اعتقد يعني باعتقادي انه بمناسبه العيد، بس اتمنى ما يكون الفرع اللي بشارع المعارض مسكر بعد مناسبه العيد، فتكون راحتنا هناك على الفاضي. وبعدها نمسك الدرب. لا الامور طيبه، طلع مفتوح. خلصنا من الحلويات والحلوى، والحين بنمسك الدرب ونروح الكويت. ان شاء الله الحين احنا رايحين للحدود، يعني باقي لنا تقريبا ربع ساعة نوصل للحدود، ومن هناك ان شاء الله يبقى لنا تقريبا اربع ساعات ونص نوصل الكويت ان شاء الله. We'll be right back.
وصلنا الكويت الحمد لله على سلامتي انا وزوجتي، الحين رايحين البيت ان شاء الله ينتهي البلوك في البيت. هذه ديرتنا والله. هذا الدرب يذكرني ببلوك الشاليه، اللي ما شاف البلوك بحط لكم اللينك فوق يطلع ان شاء الله. لهني اقول يعطيكم العافيه، خلص البلوك الحمد لله على سلامتي.